قضية خطيرة أن ابنتنا في تفكيرها هذا أن الزواج عبارة عن هذه الليلة من العرس وهذا الفستان الجميل وهذه الجواهر والحلي، ثم بعد ذلك تأتي إلى الحياة لأكتشف أنا شخصيا مستقرئا أن 90% من بناتنا غير صالحات للزواج، وبالمثل 90% من أولادنا غير صالحين للزواج، لأننا ما أعددناهم، ما فهمناهم، ما عرفنا البنت يعني إيه ذكر، كيف يفكر الرجل، ظنت أنها سوف تقترن برجل يشبه أباها أو خالها الطيب أو عمها ذو الصدر الحنون، وهو وضع في ذهنه أنه يتزوج امرأة أو بنتا مثل خالته الطيبة ومثل عمته الوديعة التي يعني مات زوج عمتي هما وغما، يعني سبحان الله من أعمالها كل هذه الأطر وهذا التفكير، لأننا ما أعددنا. يعني أنا عشان أعد مهندس يبني لي بيت بفضل الله ربنا يبارك لأهلي فيه بهذا الجمال لابد أن يكون مهندسا متخصصا، أما أن آتي بواحد ليس له في تخصص الهندسة وأعطيه قطعة أرض كي يبنيها لن يبنيها كما ينبغي سبحان الله، أو أنا أعمل بالتجارة لابد أن أعمل دراسات جدوى للسوق والآليات وأسعار العملات إلى غير ذلك وأسعار السوق العالمي وآلياته، إن لم أدرس هذا سوف أكون تاجرا فاشلا، وهكذا في كل التخصصات. لا أستطيع وأنا أتألم من صدري أن أذهب إلى محامي لكي يوقع علي الكشف الطبي فأقول يا أخي أنا شغلتي مهمتي هي المحاماة والقانون والمرافعات والمحاكم والقضاء. إذن يجب أيضا أننا إذا أردنا أن نزوج أبناءنا وبناتنا من باب إعداد إعادة ترتيب أولويات البيت المسلم أن نعيد صياغة تفهيم أبنائنا إلى أين أنت ذاهب يا ابنتي إلى أين أنت ذاهبة.